لن يرضوا بأقل من ذلك. قبيلة الطفل عزام البياتي خرجت في مدينة كركوك لتؤكد على مطلبها الوحيد، وترمي الكرة في ملعب القضاء في العراق، وتنتظر منه حكما عادلا على الجنات حتى وإن كانوا أحداثا. إنزال أقصى عقوبة قضائية بحق قتلة الطفل عزام مطلب اتفقت عليه قبيلة البيات والقبائل المساندة لقضيتها. نحن لا نطلب الحكم 25 سنة، نطالب بإعدامهم فورا في مكان كما ترون خلفنا العربة الشاحنة الجريمة اللي ارتكبوها هنا في هذا المكان حتى يرتاح النفس. ذوو الطفل القتيل عزام البياتي أكدوا أنهم مستمرون في تظاهراتهم إلى أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة، بينما طالب آخرون بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الجنات في نفس مكان ارتكاب الجريمة. نطالب بإعدامهم فورا، ما أريد لا مؤبد ولا 25 سنة ولا 30 سنة، نطالب بالإعدام، نطالب بالإعدام. لازم يقتصون من الجنات ويجيبونهم ويعدمونهم نفس المكان اللي صارت به الحادث. هذا أقل مطلب يخفف وطأ الجريمة على الأهل والأم والأب وكل القرائب وكل العشيرة وعمامنا وعشائرنا من بغداد ومن البصرة، كلهم جو تضامنوا، ومن العمارة جو وقفوا ويانا وقفة احتجاجية تضامنية مساندة لهذا القضية. وكان 3 من المراهقين مدمني المخدرات أقدموا على اختطاف الطفل عزام البالغ من العمر 5 سنوات من حي الواسطي في كركوك قبل أن يغتصبوه ثم يقتلوه في سابقة جنائية نادرا ما تقع في المجتمع العراقي.